السيدات والسادة، الزملاء الأعزاء، مرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية، مكتبتكم، فهي المؤسسة التي أرادت لنفسها أن تكون ملتقى المفكرين وساحة مفتوحة للحوار الفكري، إيمانا بأن المجتمعات لا تقوم إلا بإبداعات أبنائها، وأن الثقافات تتكون من نتاج حواراتهم ورصيد إبداعاتهم. ولزاما علي في مطلع هذا اللقاء أن أحيي الزميل العزيز الحاضر الغائب المفكر الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور، الذي لزم فراش المرض فلم يتمكن من الحضور رغم دوره المحوري في تنظيم هذا اللقاء. شفاه الله من إصابة المرض وحماه من كل مكروه يأتي.